جولة معايا بمدينة مراكش الحمراء، المدينة الجميلة. أنا كتعجبني، كيعجبني الهواء ديال مدينة مراكش والنقاء ديالها والخضورة ديالها. هذا هو الشارع اللي فيه دوك الوطيلات، فيه بزاف الوطيلات، وفيه هذاك الوطيل فين كننزلو، الوطيل عائلي وكيعجبنا وكنرتاحوا فيه، والناس ديالو مزيانين اللي خدامين فيه، كل شيء مزيان، كل شيء الله يعمر. هذا هو قريب، هنا هو قريب، هنا المحطات القطار، ها هو التران فين كاين، هو الشارع الاخر. هذا الشارع هو اللي في هذاك المقهى ديال الفركوس، المطعم ديال الفركوس كاين في هذا الشارع. ها انتما التران، كل شيء قريب. انا ارتمشى في غير على رجليك، عادي الا بغيتي جامع الفنا كطلع هكا على اليمين، الا بغيتي يمشي للجامع للجامع الفنا على اليمين. ولينا صافي، ولينا عارفين كل شيء في مراكش معاك، كتجيو ليها بزاف. ومراكش هي كاع ما تلفي فيها، زعما الشوارع ديالها بعينين كاين فين تلفي. الجولة درت لكم عرف الطوموبيل مع الجمع الفنا، صورت لكم فيه غير شوية مع الليل ونيا عامرة والظلام شوية، ما كيجيوش التصاور زوينين في الظلام. باش يعجبك مراكش كلشي موحد، البني ديالو بحال بحال، كلشي بحال بحال، دايرين الصباغه وحده. داكشي علاش كترتاح، وانا عزيز عليا هذا اللون، عينك كترتاح في هذا اللون. نتوما الكوتشيات، هانتوما هذا البلوك درت لكم في الشارع، حتى بغينا نشدو الطريق باش نرجعو، عاد قلت نصور هاد البلوك هذا في الشارع. تبارك الله دوزنا وقت زوين، والله ما كانش نسخاو كاع نرجعو من مراكش. سريه دابا هاد الوقت هذا مراكش زوينه، في واحد الجو رائع، ما سخون وما بارده، الجو زوين دابا هاد الوقت، تقدري تخرجي بالليل وبالنهار. ما في الصيف ما كتقدريش تخرجي بالنهار، كنا كنخرجوا غير بالليل، دابا في هذا الوقت كتخرج بالليل ولا بالنهار، الجو واعر. نتوما دابا نيت في العشيه، الجو زوين دافي. ثم الشارع كله جراضي، الجراضي والخضورة. ثم الناس كيسوقوا البشكليطات، العيال والرجال، العيال بغيت نقول لكم الرجال والعيالات، قلت لكم العيال، الرجال والعيالات كيسوقوا البشكليطات والمواطر، كل شيء ركب عندهم عادي، هما العيالات يركبوا البشكليط يدوروا بهم في الزنقة. حنا دابا غاديين في طريق السلامة، غاديين للخرجة ديال الدار، باش نشد الطريق للدار البيضاء ان شاء الله. هذه الدخلة ديال مراكش، هي مرجان، داك الجبل اللي فوق مرجان. هذه
البني هنا هنا واحد التيسع غادي يبنيو فيه عاوتاني بزاف ديال المشاريع. نتوما هنا واحد الارضيه كبيره غيبنيوها، اللي بغى يشري من دابا غيديروا فيها داك الشيء زوين. جات فص الدخله ديال المدينه، جات قريبه بزاف وجات على الشارع. كاين هاد العمارات بحال الفيلات، فيلات ني تقولو هما هما طوال جاو بحال الموبلات، هما فيلات الشكل ديال الموبلات، عندهم جرابي. نشارك معكم الطريق، تونسوني في الطريق. نتوما هادي هي الخرجة ديال مراكش، صافي وصلنا للخرجة. هنا تا هو غادي يبنيو فيه عاوتاني هاد البلاصة، هادي حاطين بانوات باش غادي يبنيو تاني في هادي. إذن غنكمل معكم فيديو هنايا وغنقول لكم السلامة وإلى فيديو القادم إن شاء الله. الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى اللقاء.